انا مش عارف اقراها بيني وبينك بس مش يعني خد حبر تاني. اوكي ليه مصعب الموضوع؟ الحبر عندنا فور فري. حاضر. مش هتدفع ثمنه والله. لا عشان بس بتوع الانتاج ما يضايقوكيش ويخصموا منك. لا لا عادي ما تقلقش. اقول السند. سؤال السند. بعد السنين والخبرة دي كلها شايف ان السند في الناس اللي حواليك ولا في قرشين تعملهم بالزمن؟ الناس اللي حواليا طبعا. الله. والفلوس مش مهمة من يعني ملهاش أهمية عندك؟ أهميتها أنها تتصرف وتنبسط وانت بتصرفيها. هي دي أجمل حاجة في الفلوس أنها تتصرف. الفلوس لو قعدت معاك كتير وجيت تشمي ريحتها هتزهقي. ريحتها وحشة. أو والله. غريبة جملة دي أول مرة أسمعها. أو والله. جربي. فهي حلاوتها في أنها تتصرف. تيجي كتير قوي وتتصرف. مين أكتر حد لما راح ظهرك اتكسر؟ لا عمري ما ظهري انكسر لأن أنا سندي الوحيد ربي. فإنما تقولي لي اتأثرت نفسيا بالسالب لوقت مين؟ أول حد في الحياة بترتيب التأثير يعني كانت أمي الله يرحمها. الله يرحمه. وأبويا الله يرحمه. ومؤخرا صديقي وأخويا وائل نور الله يرحمه. هنا ظهري ما تقسمش ولا حاجة إنما التأثير السلبي نفسيا ده خد معايا وقت في الثلاث حاجات مراحل. ومين ظهرك وسندك دلوقتي؟ ربي وأسرتي الصغيرة مراتي وابني وبنتي وكل. بص هقولك على حاجة من نعم ربنا يعني عليا شخصيا إنه وهبني ناس بتحبني لله في الله وبيخافوا عليا وانا بصدقهم ولان انا ممكن ابص في عيني اللي قدامي اعرف اذا كان هو بيكلمني من قلبه ولا كده. فده اكبر رزق ربنا اداهولي الناس اللي حواليا في شغلي وفي بيتي الحمد لله.